السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يصبحكم الخير. بناء على الاتصالات اللي جتني بحكي لكم قصتي مع السكر، وناس كثير طلبوا منها مقطع وشرح كيف الطريقة. أنا من 3 سنوات أصبت بالسكر، الله يفك المسلمين شره، والحمد لله على كل حال وصل معي السكر إلى تقريبا 500. ولي صديق الله يذكره بالخير حولني على دكتور واحد، قال له على الدكتور عبد الدايم الله يجزاه خير، وحب أشكره من هذا المقطع. رحت عنده وتقدمت ولقيت السكر عندي 500 تقريبا 500، وكتب لي علاج، العلاج اللي هي الحبوب المتعارف عليه. لما رجعت البيت تذكرت بما أني أروح الصين وأجي، اللي هو قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، ففضلت على شهر كامل أشرب ماء دافي فاتر مع ليمونة. الماء الفاتر أول ما تشرب الكبد سبحان الله ما تتقبله، لكن هذا هو قدامي الآن، هذا بريقي وهذا الليمون، فأشرب كاس 4 كاسات من هذا على الريق بعد صلاة الفجر، أقعد أشرب. طبعا هذه الليمون أحاول أعصره هنا زي ما أنتم شايفين على أساس يصير له قبول، وبعدها 4 كاسات من هذا الكاس شايفين. فضلت أشرب على كذا لمدة شهر. بعد الشهر رحت زيارة للدكتور خريجي، فوجد أن السكر هبط معي تقريبا إلى 170 أو إلى 150، فقال لي هل أنت تمشي تركض؟ قلت له والله ما أروح، أنا من بيتي على عملي ومن عملي لبيتي، لا أنا بمشي ولا بروح. قال يا أخي غريبة، التراكمي كان عندك 9 نزل إلى 7، والسكر الآن معك مستقر إلى 150. قلت له والله يا دكتور تذكرت قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولما كنا نروح الصين ما كانوا يقدموا ماء بارد، سواء ضيافة أو كانوا يقدموا الماء اللي هي الدافئة والحارة. من هذا المنهج أخذتها أني أستخدم الماء الدافي مع الليمون، وهذه قصتي يا دكتور. رجعت من عنده طال عمرك، وفضلت أنا أستمر على الماء الدافي أو الفاتر والليمون، وجلس شهر ورجعت عنده ثاني مرة، وإذا السكر ولله الحمد والمنة 130، واستقر لي الآن 3 سنين الحمد لله مستقر على 130. الموية الدافية ما أتركها، وأكل تمر وأكل حلا وكل شيء، بس ماني بكثر والحمد لله. أتمنى إن شاء الله أن يعم هذا المقطع أخواني، واني من الشفاء لكل مسلم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اجر هذا المقطع لوالدي وابني ولكل من له حق علي، وان يشاركني الاجر من نشر هذا المقطع، لعل المبتلى واللي الله ابتلاهم مثل ما ابتلاني فيه من السكر لعله يجد. انا بالنسبه لي انصح